بسم الله الرحمن الرحيم. نشرح كيفية إبطال السحر. العقد بالخيط أو الخيوط المعقودة. فك العقد. إن السحر العقد بالخيط أو خيوط المعقودة يستعمل هذا السحر لمنع الزواج أو الخطوبة أو التفريق بين الرجل والمرأة وغيرها من الأعمال التفريق. وسحر حرام في دين الإسلامي هو من الكبائر الذنوب. أولا يجب أن تكون على الوضوء. ثانيا تأتي بكوب فيه ماء وملح ثم تقرأ عليه آيات السحر والرقية الشرعية. إذا كان السحر في الخيط الرفيع أو خيوط معقودة أي فيها عقد وتقرأ معوذتين والإخلاص ثلاث مرات أثناء قطع أو فتح العقود الخيط ثم تضع الخيط المقطوع أو مفتوح العقد في الكوب ماء مقروء عليه لمدة 24 ساعة، وبعد مرور 24 ساعة تخرج الخيط المقطوع أو المفتوح العقد من الكوب الماء المقروء عليه ثم تحرقه بعد ذلك، وسوف يتم إبطال السحر العقد 100% بإذن الله تعالى.